الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطلب مننا إياد مجموع المتسلسلة الحسابية اللي هي 12 13 26 وإلى الحد 180. عايزين نشوف مجموع الأعداد، يعني 12 نزيد لها 19 نزيد لها كذا ولين نحصل ال 180. ففي قانون اللي هو قانون المجموع بيقول اللي هو N على عدد الحدود على 2 مضروب في مجموع الحد الأول والحد الأخير. الحد الأول مع الحد الأخير، يعني مع مطلوب منا إياد ال N. طيب بنوجد اول حاجه ال A1 اللي هو كم؟ 12. اول واحد اللي هو 12، وبنوجد ال AN اللي هو الحد الاخير اللي هو 180. بعدها بنوجد ال D، ال D اللي هو نطرح 19 ناقصا 12، 19 نقص منها 12، الناتج اللي هو كم؟ 7. اذا ال D 7. طيب نستخدم القانون حق الحد النوني لايجاد عدد الحدود. فاذا AN زي ما قلنا مكتوب، ناخذ ال A الـ A